السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 6 دوائر التيار المتردد للصف 12 علمي. المسألة 41 أيضا مسألة بسيطة جدا. إذا كانت الدائرة المبينة في الشكل المجاور في حالة رنين، إذا عرفت أنه الدائرة الدرس من دوائر التيار المتردد والفقرة فقرة الرنين مع مصدر الطاقة المغذي لها، فما الشدة الفعالة للتيار؟ نجي للرسم، نلاحظ عنا فرق الجهد الكلي وعنا التردد وعنا الممانعة معامل الحث الذاتي للملف، وعنا المقاومة الأومية، وعنا سعة المكثف. بما أن الدائرة في حالة رنين، إذا الممانعة الحثية تساوي الممانعة السعوية، يعني XL تساوي ل XC، وبها الحالة Z تساوي ل R، وبها الحالة منطبق قانون أوم بهذا الشكل وبتطلع الجواب.